السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول حاجة نشكر الاتحاد الرياضي السوفي على هذه الإنجازات الكبيرة، نحب نشكرهم ياسر، فرحت الولاية، فرحت ولاية واد سوف، فرحت الشعب السوفي بصفة عامة، نحب نشكركم ياسر، وهذه إن شاء الله مزات القدام، إن شاء الله الخطوة مزات، وإن شاء الله تلتفت إلينا الدولة كما نقولوا ملاعب كبيرة تحتضن فيها مقابلات كبيرة. نشكر فريق الاتحاد السوفي على هذا الانتصار المستحق، ونشكر رئيس الاتحادية يوسف الصخري على هذه المشهودات، ورانا والله فرحتونا الاتحاد السوفي من وقت طويل نحن نستنوا، وشوفوا الجمهور ربي بارك فرحتوه، ومبروك للشعب السوفي كل، وديما لعشاش وديما فريق الاتحاد السوفي. مبروك علينا الفوز والصعود التاريخي بمدينة ومنطقة أهل سوف والجنوب ككل جنوب الشرقي، ونشكر جميع المساهم الأول والرسمي رئيس يوسف الصخري رئيس النادي، ونشكر رضا بن دريس وجميع اللاعبين على الوقفة تاعهم. مبروك لواد سوف كامل قلعة فرسي. أولا مبارك صعود فريق اتحاد سوف، وهذا ليس بغريب على الكرة السوفية، هي كانت لسنوات في القسم الثاني لكن لم يحصل لها الشرف أنها تتواصل المسيرة لصعود المحترف الأول. حان الأوان أن الواد صبحت في المحترف الأول، هذه قيمة مضافة للأسرة الرياضية بالولاية، ونشكر كل من ساهم من قريب ومن بعيد في هذا الحلم التاريخي.